بسم الله، هنشوف مع بعض برنامج اسمه فورماليت 360. ده برنامج بيديك امكانية ان انت ترسم زي ما انت عايز بسهولة جدا. حاجات ثلاثية الابعاد زي السكتش اب، اقول له عايز ارسم حاجة جديدة، اقول له مثلا عايز ارسم الشكل دوت، اقدر ارسم خطوط، اقدر ارسم قبة لو انا عايز، اي حاجة انا عايز ارسمها اقدر ارسمها. تقدر تبدأ بيه وترسم حاجات خيالية، ترسم البيت، تقدر تعمل تحليل للشمس هتبقى عاملة ازاي، ده اللوكيشن، هنا الظل، تقول له انا عايز شادو، عايز بتاريخ قد ايه، امتى، الساعة كام. وبنعمل كل ده على الموبايل او التابلت، فبيبقى حلو في اي اجتماع عايز توري العميل مثلا ايه التفكير اللي انا مفكر فيه، بدل ما تقعد تشتغل في البيت وفي الاخر يقولك لا ده مش هو ده اللي انا مفكر فيه. بكل بساطة تقدر تفكر معاه وتوري الحاجة اللي انت عايز تعملها، وبعد كده لو الامور مشت ان شاء الله تبدأ تصممها على اي برنامج متخصص في البيم.